بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا النهاردة هنبدأ درس يعني ممكن يكون سهل، ولكن احنا هنوضح بيه وهنفصل بيه حاجات كتير في الجيم ميكر ستوديو. عموما قبل ما نبدأ اي حاجة، احنا الدرس ده هنتكلم فيه على موضوعات زي الاندلس رانر جيم، اللي هي الألعاب اللي بتعتمد نوعا ما على إنك تفضل عايش على قد ما تقدر، أو تفضل تاخد سكور على قد ما تقدر، وأول ما بتخسر مجرد بس ما بتخسر بيقول لك سكورك كذا وأنت جبت كذا وأتشيفمنتس وكده، يعني حاجة بسيطة جدا. ففي الفترة الأخيرة كان في لعبة اسمها فلابي بيرد. فلابي بيرد دي يعني لعبة بسيطة جدا، هي مشكلة ان هو بيديك عائق صعبة فيخليك تقول انا ماشي انا هكسبها، هعيد تاني هلعب دور تاني، فهو بيعلقك مع اللعبة، بيوصلك لدرجة ان انت عايز تلعب اللعبة دي اكتر من مرة لغاية ما تهزم السكور اللي جابه زميلك وهكذا. اللعبة دي بتعتمد على ايه؟ يعني ممكن تشوفوها على البلاي ستور، هي مجرد روم كبيرة، يعني ادي روم اهي، ادي روم اهي كده تمام. الروم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها بيرد، الطائر ده بيبقى يعني مجرد بس ان هو ايه، يعني هو بيبقى طاير وانت مجرد بس تخليه حرك جناحاته او ينط بمعنى تاني، فاول ما ينط هو يوصل على حد معين بعد كده ينزل، فانت تلحقه ينط تاني، وفي بيبقى عراكيل جاية عليك، يعني هنا في بلوك هنا وهنا في بلوك تاني، البلوك ده فانت رايح ناحيته، واول ما بتيجي لازم انت تنط بحيث ان انت تعدي التانية يجيلك بلوك تاني وهكذا وهكذا يعني. فاللعبة دي بسيطة جدا، هنتكلم على ازاي هو عملها، بس عشان قبل ما نتكلم على ازاي هو عملها وكده هوصل حاجة. هو مجرد بس هو يعني الروم اللي هي الحجرة اللي هي المكان العمل بتاعي كله هيبقى مجرد بس الاطار ده، اللي انا هعمل روم كبيرة واخليه هو يتحرك فيها، او اخليه يعني هو بيتحرك فيها، فالروم كبيرة فالحاجات ثابتة وهو اللي بيتحرك لها. لا، انا هتعامل مع الجيم على ان هو بس المكان ده كله، وعندي طائر بيبقى ثابت ومجرد بس بينط في جرافيتي بتاخده تحت، ولما تضغط سبيس او تضغط بالماوس ضغطة انك تمشي. وهنعمل بقى هنخلي طبعا السبرايت يبقى طبعا باصص فوق يعني يبقى كده وهكذا، او باصص تحت يبقى نازل وهكذا، يعني هنظبط الحكايه دي، هنتعلم ازاي طبعا في الجزء القادم. وبعد كده هنشوف ان احنا نعمل له ارض ما يقدرش يجي يلمسها تحت هنا، ودي سهله اظن كلنا نعرف نعملها. وبعد كده هنتعامل مع العواميد دي، ازاي البلوكات دي بتجيله، بتقف قدامه ازاي، بعد كده بيجي بلوكات تانية ازاي وهكذا وهكذا. هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل في الجزء الجاي ان شاء الله، هنقف لغاية هنا. في الجزء الفيديو التاني اللي هيبقى فيه الرابط ان شاء الله اول ما ينزل، الرابط بتاعه هينزل في الديسكريبشن تحت. الفيديو ده هيبقى هنتكلم فيه على الطائر والحركة بتاعته، جرافيتي والنط والحكاية دي ممكن تستخدمها في أكتر من لعبة حتى.